المجد لله. دائما لله. الله يعطيك العافية، الكلمة لإلك من صوت كل لبنان لحتى ندعي شكرا المؤمنين. شكرا يا جون. أنا بالحقيقة مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط، نعم اقتضى التصحيح. نعم ربما يجب أن نبدأ من كورونا، لأنه كورونا أظهرت مع الأسف هشاشة وضعف الإنسان، ولكن خصوصا هشاشة وضعف النظام العالمي السياسي والاقتصادي، بمعنى أن هذا النظام نوعا ما الأقرب إلى الماكيافيلية يسمح للأغنياء باستغلال الفقراء وللأقوياء باستعباد الضعفاء. وطبعا أظهر محدودية النظم الدينية في الإجابة على كل الأسئلة اللي بتطرحها الإنسانية والإنسان كفرد، ولا سيما في الظروف أو الأزمات الصعبة. نعم لنعد إذا هذا اليوم المكرس للصلاة أولا، للصوم ولأعمال المحبة والخدمة ضمن اللقاء اللي تدعو إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي هو متصل اتصالا مباشرا بالوثيقة التي وقعها قداسة البابا فرانسيس وسماحة الإمام الطيب في أبو ظبي حول مفهوم الأخوة الإنسانية. عندما تم توقيع هذه الوثيقة ظن بعض اللاهوتيين أن البابا فرانسيس يتراجع في مجال العلاقات الإسلامية المسيحية إلى قيمة بسيطة هي قيمة الأخوة، ولكن في الواقع أظن أن قداسة البابا كان يعي تماما أن هدف العلاقات بين الأديان وأتباع الأديان ليس هو فقط لتنظيم الحياة الاجتماعية وتفادي المواجهات العنيفة والحروب. في المسيحية الأخوة الإنسانية نابعة من أخوة المسيح الذي تجسد وصار أخا لنا في البشرية، نابعة من البنوة الإلهية. ولذلك نحن لا نكتفي بأن نحتفل بالأخوة الإنسانية على أننا بشر وجميعنا عباد الله وخلق الله، هذا أمر طبيعي، بل نذهب إلى بعد من ذلك إلى نوع من التضامن الروحي بعضنا مع بعض. لا ريب أنه قداسة البابا أراد هو وسماحة الإمام الطيب بتوقيع الوثيقة أن يكون هنالك عودة إلى القيم الأسمى الذي هو الإنسان والحياة الإنسانية. لذلك التضامن الروحي يعاش أولا بالصلاة، بمعنى أننا جميعا متصلون بالعلاقة مع الله، وهذا الإلحاد العالمي ضائع بالحقيقة. الإلحاد ممكن يكون فيه قيم فلسفية كبرى ولكنه ضائع في الوقت وحائر في الوقت الحالي. أما الصوم فهو التحول إلى التضامن الفعلي في إيجاد المعنى لحياتنا الإنسانية والروحية أولا، وفعل الخير وفعل المحبة وفعل المشاركة الإنسانية، لأن البابا كان قد فهم أننا جميعا في زورق واحد، إما نهلك معا وإما ننجو ونحيا حياة هانئة معا. إذن في هذه الدعوة أولا دعوة إلى إعادة النظر في النظام العالمي السياسي والمالي، ودعوة أعمق إلى إعادة النظر في النظم الدينية والتشديد أكثر على الإيمان والحياة الروحية في اعتبار قيمة الحياة البشرية، لأن الإيمان أسمى بكثير وأفضل بكثير من كل المؤسسات ومن كل القوانين. هذه عيش الأخوة، أنا أتوقع أنه يوم 14 سوف يكون هنالك نوع من الاتحاد البشري حول هذه القيم، حول هذا المفهوم، في مسيرة عودة
إلى الضمائر، إلى الحياة الروحية، إلى العلاقة الصحيحة مع الله تعالى، وإلى علاقة صحيحة بعضنا مع بعض على أمل التغيير. أظن أن قداسة البابا وسماحة الإمام الطيب كانا يخشيان، لأنهما يعلمان أن النظام العالمي الحالي لا يولد إلا الثورات بسبب الظلم الاجتماعي والظلم الإنساني، ولذلك الثورات تولد طبعا الحروب، والحروب هي عنوان المآسي والكوارث الإنسانية أولا، ولذلك يجب احترام المشاعر الإنسانية، وهذا الاحترام يبدأ من السعي إلى عيش الأخوة، الاعتراف أننا إخوة أولا في الإنسانية وإخوة أمام الله. من هالمنطلق فارق جابي هاشم الأمين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول مريم الشيخ الدكتور محمد نقري اللي رح يكون ضيفنا بكرة بمثل هالوقت كمان تنحكي عن الموضوع، والسيد ناجي خوري كمان الأمين العام للقاء الإسلامي المسيحي حول مريم، داعيين اللبنانيين مسيحيين ومسلمين إلى يوم صلاة بعد بكرة الخميس 14 أيار، وكمان رح يكون في نقل مباشر لصلاة بتيلي لوميير، وخاصة أنه كمان يعني راعي الأبرشية بجبيل المطران ميشيل عون نعم داعي كمان للتضامن بهاليوم المبارك. نعم، نحن بالنسبة لنا المهم أن مجلس كنائس الشرق الأوسط اللي هو منتدى لكل كنائس الموجودة في المنطقة والذي يعبر عنها ويتكلم باسمها عندما تسمح له طبعا، أن هذا المجلس هو كان رائداً ولا يزال في العلاقات الإسلامية المسيحية وفي العلاقات بين أتباع الديانات المختلفة، وهو أيضاً يدعو ما بعرف إذا بتوفي في رأس اللائحة لل 17 مؤسسة التي تدعو إلى الصلاة، والمجلس طبعاً له دور ريادي في الوحدة، السعي إلى الوحدة المسيحية، ولكن أيضاً لعب دور مهم جداً في التعبير عن الأخوة الإنسانية من خلال مختلف مؤسساته وبرامجه منذ تأسيسه سنة 1974، وأنا سعيد جداً أن المجلس كنائس الشرق الأوسط هو من الداعين الأولين، وهو ينضم إلى هذه المؤسسات جميعاً، وهذا أيضاً تعبير عن نوع من الأخوة حتى في البعد المؤسسات. للمؤسسات الداعية بير جابي هاشم مجلس كنائس الشرق الأوسط، مؤسسة أديان، ملتقى الأديان والثقافات للحوار والتنمية، جمعية المقاصد، مؤسسات الإمام الصدر، مؤسسة العرفان التوحيدية، نعم، منتدى المسؤولية الاجتماعية الدينية، جمعية حوار للحياة والمصالحة، وإلى ما هنالك مؤسسة الرؤية العالمية، نعم نعم نعم، وورد فيجن أيضا، منتدى التنمية والثقافي والحوار، حركة درب مريم، شبكة الأمان السلمي الأهلي، ومعهد دراسات الشرق الأوسط، وطبعا كلها مؤسسات تسعى حقيقة إلى تلاقي الناس ضمن هذه الأخوة وعيش هذه الأخوة على الواقع، لا يكفي أن ينادي بالأخوة، وخاصة بلبنان آخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط. بير جابي هاشم، نهار الخميس بعد بكرة الساعة 3 بعد الظهر ستقرأ أجراس الكنائس بجبيل، وستصبح المساجد بابتهالات إلى الله تعالى، فمن هالمنطلق كيف بدك تدعي عبر صوت كل لبنان كل اللبنانيين للمشاركة بالصلاة والصوم بعد بكرة الخميس؟ طبعا أنا أضم صوتي، أنا شخص أنا أضم صوتي إلى صوت قداسة البابا وسماحة الإمام الطيب، وأنا كمدير في مجلس كنائس الشرق الأوسط أدعو أولا العاملين في هذا المجلس، وأدعو أبناء الكنائس الأعضاء في هذا المجلس وكل شركائنا من مسيحيين ومسلمين في لبنان والشرق الأوسط والعالم، نعم، إلى مشاركتنا في هذه الصلاة وفي الصوم وفي تفعيل خدمة المحبة، وبعيش إنسانيتنا بالعودة إلى ضميرنا، لأن النظام العالمي لا يصطلح إن لم يصطلح كل واحد منا وفق ضميره وارتباطه بالله تعالى.
فارجابي هاشم مخبرني بما انه حضرتك استاذ بجامعة الروح القدس بالكاثوليك، كيف عم تتعامل مع طلابك اونلاين او العودة المرتقبة باذن الله؟ نحن على تواصل مباشر مع طلابنا، والحمد لله انه قدرنا نتعلم معا كيف نستعين يعني بالادوات الالكترونيه والوسائل التواصل الاجتماعي لكي نستمر في الدراسه والتقدم على الرغم من كل الظروف. طبعا من الامور المهمه جدا وقد يتعجب منها البعض ان العلاقه الانسانيه ربما هي الطف، لاننا نعي يعني لم أتعامل مع الطلاب كأستاذ وطلاب، تعاملت معهم كمتعلم مثلهم لهذه الأدوات، وحاولت أن أكون على قدر المستطاع مصغيا منتبها إلى حاجة كل واحد، والحمد لله يعني على 24 طالب في أحد الصفوف تخطينا عدد 20 في المتابعة. أي مادة؟ على الفيديو كونفرنس. أي مادة حضرتك بتعلم؟ المادة التي أدرسها هذه السنة تسمى المسكونيات، وهي مرتبطة بالسعي إلى الوحدة بين الكنائس منذ العنصرة إلى يومنا هذا، على الرغم من تنوع كل الأشكال والأنماط الذي ابتداها هذا السعي المشترك إلى استعادة الوحدة المنظورة بين كل الكنائس في العالم. نحن بدنا نحييك الأب جابي هاشم الأستاذ في جامعة الروح القدس في الكاثوليك، رئيس تحرير مجلة الشرق الأدنى المسيحي بروش أوريون كريتيان، ومدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في مجلس كنائس الشرق الأوسط. بعد بكرة رح نصلي ونصوم مسيحيين ومسلمين. بدي وجه تحية للمجلس، وبدي وجه تحية كمان لمسؤولة مكتب الصحافي إيجاد سلامي، الله يعطيكم العافية. مجلس كنائس الشرق الأوسط كمان بوجه له تحية كبيرة للسيد إيجاد ولضيوفك بكرة، سماحة الإمام محمد النقري، الشيخ محمد النقري، والأستاذ ناجي بارجابي هاشم. صلواتك كبيرة لك، وشكر ل صوت لبنان. صوت كل لبنان هي صوتكم. يسعد لي صباحك فارقة بها. الله يخليكم.